ونك ولدي ديال اللي كنسوق زعما. محمد بن مالك رئيس مجلس البلدية الأكدس، بمناسبة عيد المشارق الخضراء وكذا عيد الاستقلال، يتم اليوم تدشين ملعب القرب بأكدس، والمنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذا الملعب هذا غيكون إن شاء الله فاتحة خير على الشباب ديال المنطقة اللي هما طموحون وكيتمناو بأنه يزيد ملاعب أخرى، وخصوصا إن شاء الله إحنا كنتمناو وعندنا وعد بأنه قبل ما تم هذا الشهر هذا سيتم نشر اعلان عن الصفقه للملعب الكبير ديال اكدس. حسن بن طيب رئيس قسم العمل الاجتماعي بعماله اقليم زاكوره. ففي اطار برامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، خاصه البرنامج الرابع الذي يعني بالنهوض بالراسمال البشري، فقد برمجت اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه ملعب معشوشب ببلديه اكدس بتكلفه ماليه ناهزت مليون ديال الدرهم. الهدف من هذا المشروع وهو تعزيز الفضاءات الرياضية الموجودة بالبلدية، كذلك خلق واحد الفضاء للشباب لممارسة هواياتهم وصقل المواهب ديالهم، وكذلك تشجيع الممارسة الرياضية في بلدية أكدز. ويأتي هذا المشروع من اقتراح اللجنة المحلية للتنمية البشرية لوجود طاقات شبابية مختلف الفئات العمرية ومختلف الأجناس لصقل هذه المواهب وتوفير هذا الفضاء الذي عرف إقبالا جيدا ومنقطع النظير بهذه البلدية. أنا لاعبة كنلعب في فرقة ديال جمعية أكدز كرة القدم النسوية. كنشكروا العامل على هذه المجهودات اللي داروا على التيرة اللي دار لنا، وكنشكروا الرئيس ديال الجمعية، وكنشكروا ديال مجلس البلدية، وكنشكروا جميع الأعضاء اللي مشاركين في هذا الشيء كامل. كنلعب ضمن فريق أكاديمية هيفشي، حنا جيت فرحين لافتتاح هذا الملعب القرب في أكدز، وكنشكر جميع اللي سهروا على افتتاح هذا الملعب، وعلى رأسهم جميع المدربين ديالي وعلى رأسهم المدربة رشيدة اللي صارت معنا بزاف باش نوصلوا لهاد البلاصة اللي حنا فيها. وشكرا بزاف لأي واحد على للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.